بعد تحقيقات مستمرة ومن أجل معرفة البلد المراد تصديره له، تبين أنه موجه نحو دولة المغرب. إخوان، السلام عليكم ومرحبا بكم في الفيديو الجديد. في الفيديو هذا بغيت نشارك معكم أغرب عملية تهريب في التاريخ، ومشي غير شي تهريب عادي، هذا تهريب للتاريخ. الإخوان، نخليكم مع الفيديو ونحاول نعلق عليه. إخضاع هذا الطرد إلى تفتيش عيني دقيق من طرف المفتش. سمعتوا شنو قال؟ قال لك إخضاع هذا الطرد لتفتيش عيني دقيق. لتفتيش عيني دقيق، يعني هذا المهرب، هذا اللي هرب هذا الشيء اللي كاين في هذا الطرد، راه شي مهرب واعر. داك الشيء علاش هما باغين يعني يفتشوا بواحد الطريقه يعني عينيه، وداك الشيء بالتدقيق باش حتى حاجه ما تفلت. راه واعرين هاد الناس هاد. كمرحلة أولى عند الاشتباه في أي طرد. شوفوا معايا، في هذا الطرد هذا مهربين سبحان الله، هذاك حشيش ولا ما عرفش واش مخدرات ولا ما عرفش شنو هو. وشو سبحان الله العظيم، حتى من التلوين ملونين، ويعني داك الشيء تيبان بحال الزليج، بحال الفايانس، بحال فهمتوا. يعني بنادم الا شافو غير بالعين عادية ما غاديش يسحبوا مخدرات. بعد التفتيش تم العثور على خزف. بعد التفتيش للعثور على خزف، ويلي واش هاد الخزف هذا كامل خاصو تفتيش عيني دقيق؟ ولا ما تحمقليش سميتك، يعني راه من تشوفه غادي تشوفه غادي تعرفو راه خزف، علاش عيني دقيق؟ ترى هاد الناس راه فاتونا في الذكاء سبحان الله العظيم. بعد تحقيقات مستمرة ومن أجل معرفة البلد المراد تصديره له، تبين أنه موجه نحو دولة المغرب. اش قال هذا؟ بعد تفتيش عميق؟ بلاشي بلاشي نعاود نسمعوا شنو قال. بعد تحقيقات مستمرة ومن أجل معرفة البلد المراد تصديره له، تبين أنه موجه نحو دولة المغرب. قال لك بعد تحقيقات مستمرة تبين أنه متوجه إلى المغرب. بعد تحقيقات مستمرة، هذاك الطرد المهرب كان غير غادي، ما مكتوبة فيه لا تيكي ديال المرسل والمرسل إليه لا والو، يعني هذاك غير بحال دار الكرطونه بحال ماكا وتحطات، وقالوا له سيري ملي توصلي للمغرب، غير سيري غير سيري، ربما تلاقاي مع السيد ولا ما تلاقايش معاه. انا اللي تنعرف الاخوان، اي طرد في ما مشيتي في العالم كتلقى طرد وكتلقى فيه التيكي مكتوبه فيه المرسل والمرسل اليه، وكيكون حتى العنوان ديال المرسل اليه والاسم ديالو، يعني كيكون هذاك الشيء ما غاديش يحتاج تحقيقات عينية ولا تحقيقات مستمرة كما تيقولوا هاد الناس هادو. ربما في الجزائر يكون كلام آخر الله أعلم. لكن حاجة اللي ما فهمتش، كيفاش تهريب الخزف من الجزائر للمغرب ولكن الأجواء الجوية مسدودة؟ مني غادي يدوز هاد الخزف هذا؟ ليكتشف أن الخزف يعود إلى الحقبة العثمانية. خزف يعود الى الحقبه العثمانيه، يعني هذا الخزف هذا اللي تيبان لي انا في الصوره راه ماشي اول مره غادي نشوفه. هذا شحال من مره تنشوفو ملي كيكون تبون تيكونوا راه شحال من واحد من هذوك التبونيين كانوا مصورين معاه. كيفاش الحقبه العثمانيه؟ راه نكملوا نشوفوا كيفاش عرفوا الحقبه العثمانيه. هذا خزف صحيح، خزف يحتمل أن يعود إلى الحقبة العثمانية. خزف صحي يعود إلى الحقبة العثمانية، هذا اللي قال هاد الهضرة هادي مفتش في المطار، يعني راه ماشي شي باحث آثار ولا شي حاجة. أنا اللي كنعرف أن الباحث آثار هو اللي كيعرف تاريخ الأشياء اللي كتلقى. وكيف زعما مفتش ديال المطار عرف بلي راه هاد الزليج جاي من الحقبة العثمانية؟ ترى خطارة الناس هادو.
محاولة بأت بالفشل كانت تهدف إلى سرقة تاريخ وتراث الجزائر. تخيلوا معايا دابا فيلم كامل سيناريو ديالو كاتبو واحد حول باش يقول لك في الاخر افشال عملية سرقة تراث الجزائر، يعني المغرب هو اللي كيسرق تراث الجزائر، مع العلم ان المغرب معروف بصناعة الخزف ومعروف بصناعة الزليج. يعني كما علمش هذاك الجزائري في الفيديو اللي فات على صناعة وتاريخ الجزائر. لكن بغيت نوجه واحد الرسالة لهاد الاخوان هادو، المرة الجاية حاولوا تكذبوا شي كذبة اللي يقدر الانسان يتيقها، حاولوا تدبروا على شي بغال ولا شي حمار وديوه جيت الحدود، ديروا دوك الزليجات كما كديروا مع الارهاب، ديروا دوك الزليجات في هذاك الحمار وخليه زعما يتم غادي وجيبوا النهار وديروا الفيلم ديالكم تما، كتبوا شي سيناريو يكون معقول شويه، شي سيناريو اللي يقدر الانسان يتيقو. اما هذا السيناريو هذا اللي درتو دابا ورا سيناريو مفروش اخويا، راه حتى المسطي وما يتيقوش، والله تحت المسطي وما يتيقوش، واللي غادي يتيقكم والله تخصو يمشي يزور السبيطار. يعني من الزيارة دشن فخامة الرئيس العديد من المنشآت ذات الطابع الثقافي والتاريخي على غرار القصر الملكي للمشور الذي تم ترميمه. Ils ont conservé un patrimoine qui a été perdu en Algérie. Et nous devons le reconstituer, nous le reconstituons avec l'aide des Espagnols, parce qu'ils ont un patrimoine andalou extrêmement important, avec l'aide des Marocains qui ont également qui ont su préserver ce patrimoine. Les Espagnols, parce qu'ils ont un patrimoine andalou extrêmement important, avec l'aide des Marocains qui ont également qui ont su préserver ce patrimoine. Les Marocains qui ont également qui ont su préserver ce patrimoine. Pas avoir des réticences. Là, on a ramené quelques pièces, moi. Même pour, vous me dites, vous faites des recherches comme cela, vous faites des recherches en Espagne, vous faites des recherches au Maroc, et vous trouvez la solution tout de suite. Mais il ne faut pas. لا يوجد أي مشكل بين الجزائر والمغرب، أشار رئيس الجمهورية موضحا أن قضية الصحراء الغربية هي قضية أممية، وأن المغرب بلد جار وشقيق ينبغي التعاون معه. القصر الملكي بالمشور الذي تم ترميمه بناء على تعليمات رئيس الجمهورية. المهم الإخوان هذا ما كان في الفيديو، تلاقوا في الفيديو الجاي. السلام عليكم.